مش بهنا معلم، مش بهنا مرقب. وحضر بحضر الرجال. والله عندي معاملة من التعويض ما تدور. هاي صار لي تقريبا سنتين وشوية أنا راجع على المعاملة وما جت من بغداد، وكل الناس أخذوا التعويض وإحنا ما أخذنا، وهذا حالنا. وبيوتنا ما تسوى، أنه التعمير التعويض اللي صار فيه ما يسوى يعمر نص بيت، وإحنا نطلب من النواب البغداد أنه يساعدونا، يقدمون المعاملات شوية، يسألونا بغداد عن 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 حاجتنا. وباقي المحافظات استلمت، مثل صلاح الدين، مثل الانبار، جميع المحافظات استلمت، بس الموصل على 3 ملايين و4 ملايين و5 ملايين و10 ملايين ما حد استلم منه. وانا طالب للجميع، وكل ما نراجع الدائره يقولون بعد يومين، بعد 3 ايام، بعد اسبوع، بعد شهر. وهي صار لي سنتين وشويه معامله مع شهيد. صار لي 4 اشهر 5 اشهر اراجع كردستان على اربيل بغداد، ماكو ما جاني هذا الكتاب. المعمل ويس واقفه؟ واقفه ببغداد. ليش واقفه؟ بغداد ما يدزوه. واحنا رايحين وجايين ورايحين وجايين. هسه جيت بتاكسي ب 50,000 خصوصي من زمار لين. ايش طالب؟ حكومه ما مضبوطه. حكومه فاشله. خلي يجي قدامي اقول له. هذا الكتاب صار له 4 اشهر بريد ما يجي. يلا هذا التاريخ وهذا. وهذا المعاملة من 2016 قاعد أسويه بشرفي. هذا ابني شهيد صار له 2016. أخي أنا ابني عسكري أخذوه أدواش، وهاي صار لي اليوم 3 سنين أفتر على جنب كتاب من الإقليم كردستان، صاروا 5 أشهر ما جاني. البرية يعطوني كتاب بس مال شغلات هاي الأمر الإداري وما شنو، وين يريدون مني كتاب أبو كتاب فصل، وأنا جايب كتاب ما فصل من 2015 من 2007 إلى 2015، واستثناء ابني معهم. ترى جيب كتاب باسم ابنك، ماكو شيء. قيادة الكول برية ما تعطي كتاب واحد باسمه. هسه راح افتح عين على الإدارة نقول يا أبو احنا يريدون منك كتاب واحد يدزوا هاي كتابي انا مسوي لقيادة الكول برية. شنو انا ابني عسكري رفق ما اخذوا هذول الكلاب والحكومه معنا شكل، فما يصير ما يصير. الوضعيه ما حلوه هاي. انت عندك مستكات عسكريه كامله، يعني شنو الوضعيه هاي؟ تم انجاز وارسال الى اللجنه المركزيه في الامانه العامه لمجلس الوزراء 40,000 معامله خاصه بالعقارات والممتلكات لغرض المصادقه وصرف المبالغ المستحقين. اما المبالغ التي صراحه ارسلت من اللجنه المركزيه وتمت المصادقه عليها هي 2900 معامله فقط من مجموع 40,000 معامله. يعني المعاملات التي لم تصادق عليها هي حاليا في بغداد في اللجنه المركزيه وبالانتظار المصادقه لغرض صرف المبالغ للمستحقين. صراحه اسباب التاخير تعود الى اللجنه المركزيه في بغداد. بالنسبه للجان الفرعيه في المحافظات بانتظار التعديل الثاني لقانون 57 الذي ينص على تعويض المتضررين التي مبالغهم تكون اقل من 30 مليون دينار عن طريق المحافظات، بانتظار التعليمات وبانتظار اقرار الموازنه.